حانو، من أهم الأحداث العلمية اللي بتحصل في مصر دلوقتي هو إعلان مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعي. وطبعاً الجائزة الأهم هي جائزة النيل. في 58 عالم من خيرة العقول المصرية تم إعلان أساميهم ضمن الفائزين. معنا دلوقتي على التليفون الدكتور أحمد عبد الرحمن شقير، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة والحائز على جائزة النيل في العلوم الطبية. صباح الخير عليك يا دكتور، وألف مبروك، يعني تكريم مستحق بعد حصولك في أكتوبر اللي فات على المركز الأول في القارة السمراء، وأيضا 39 عالميا في تخصص المسالك البولية. عايزين نعرف من حضرتك بداية، يعني إزاي ترشحت للجائزة والجهة اللي رشحت حضرتك واستقبالك كمان للخبر؟ شكرا شكرا أستاذة هدير، صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى مصر كلها. أهلا بحضرتك. أشكرك جدا على الاستضافة، وديت لمسة طيبة من التلفزيون المصري لتشجيع العلماء، وطبعا حاجة زي كده بتشجع العالم وبترفع من يعني الروح المعنوية بتاعته. حقكم طبعا يا دكتور علي. تدفعه إلى الاستمرار في المستقبل، الاستمرار يعني يفضل طول عمره يعطي ويبذل مجهوده ووقته في سبيل العلم. فتقدير الدولة للعالم طبعا شيء جميل، ونحن نشكر الدولة على هذا. الحقيقة زي ما تفضلتي، هي جائزة النيل هي تتويج لكل جوائز الدولة الممنوحة من أكاديمية البحث العلمي المصرية. ففي جوائز بتبقى لصغار الباحثين، يعني الشباب، زي جائزة الدولة التشجيعية وجائزة دكتور فخري وهكذا. وبعدين تتدرج الجائزة لأكبر شوية اللي هي جائزة الدولة للتفوق، بتكون أكثر شوية. تبقى في منتصف العمر، يعني مثلا يقدم ليها مثلا أستاذ جديد لسه، أستاذ حديث يعني. وبعدين ترتقي الجائزة إلى درجة أعلى وهي جائزة الدولة التقديرية. يكون الواحد بلغ من العمر، يعني خلاص يعني قرب يخلص السن القانوني بتاعه أو يكون تخطاه. بعد 5 سنوات من الحصول على جائزة الدولة التقديرية يمكن للباحث أن يتقدم للحصول على جائزة النيل. فدي بتكون بقى تتويج لحياة العالم على مدار سنوات طويلة جدا. هي الجائزة دي لابد أنها يترشح، يعني يتم الترشيح ليها من جهة كبيرة. ما ينفعش أن الواحد يقدم من نفسه. فأنا الحقيقة يعني ترشيح من مؤسسات مش من أفراد، يعني لازم المؤسسات. يعني في مثلا جائزة الدولة التشجيعية ممكن لواحد لوحده من نفسه كده هو يقدم، يعني لوحده كده من غير ما حد يرشحه يعني. لكن الجوائز الكبيرة، جائزة الدولة التقديرية وجائزة النيل، لابد من ترشيح مؤسس. فأنا شرفت الحقيقة بترشيح يعني جامعتين، الجامعة طبعا الأم بتاعتي اللي هي جامعة المنصورة، وكذلك أيضا جامعة جنوب الوادي في قنا. يعني أنا كنت هناك بعد بدي دورة تدريبية في الكتابة العلمية والنشر، وكان يعني الجامعة يعني استشعرت ان انا ممكن اكون يعني إليجيبل، او ان اكون يعني من المرشحين لهذه الجائزة مطابقين لي. عن طريق مجلس الجامعة تم ترشيحي للجائزة يعني من الجامعتين دول. نعم، يعني في الحقيقة دكتور هو ترشيح صادف أهله، يعني وحضرتك جدير بهذه الجائزة. كمان ليك عدد كبير جدا من الإسهامات والبحوث اللي كانت سبب من أسباب تقدم حضرتك في الترتيب العالمي، اللي تنتقل من المركز رقم 39 للمركز رقم 37 عالميا، وده في مجال تخصص المسالك البولية. عاوزين نعرف يعني إنجازات حضرتك وإسهامات حضرتك وأبحاثك الدولية اللي شاركت بيها أهمها. يعني هو بس كنت عايز أستكمل في النقطة. فضل أحمد، إن الجائزة النيل هي على المجمل الإنتاج العلمي والنشاط البحثي والعلمي والمجتمعي والخدمات المجتمعية التي قام بها الباحث على مدار عمره. فهي بتشمل 3 محاور. المحور الأول هو النشر الدولي والترتيب الدولي اللي شايفك بتقول عليه، إن أنا الحمد لله يعني أنا عندي ترتيب
ليس فقط انا الاول في مجال تخصصي المسالك البوليه، انا الاول على العالم. نعم. والاول على مصر، سوري، الاول على جامعه المنصوره، والاول على مصر، والاول على افريقيا. نعم. والسنه اللي فاتت كنت 39، السنه دي 37 على مستوى العالم في تخصصي اللي هو تخصص المسالك البوليه. هنيجي لاهم الابحاث، لكن المحور الثاني، المحور الاول بتاع النشر ده بيشمل عدد مرات الاستشهاد للابحاث المنشوره في الدوريات العلميه العالميه. نعم. هو طبعا العالم ممكن ينشر كتير، يعني ممكن ينشر اكثر من 1000 بحث. صحيح. لكن هل الابحاث دي مفيده؟ البحث المفيد هو الذي يتم استخدامه كمرجع في الابحاث المماثله في نفس التخصص. نعم. انا لو عملت بحث في نقطه معينه ومحدش اراه، محدش استشهد بيه، فاكيد ده بحث مش كويس. لكن لو انا عملت بحث والناس كلها قريته واستشهدت بيه واستخدمته كمرجع في الابحاث بتاعتها، فده يدل على ان ده بحث كويس. صحيح. فازاي التصنيف العالمي بيحصل؟ التصنيف بيحصل ان انت في حاجه اسمها اتش اندكس، اللي هو معامل اتش، بحرف اتش ده هو الحرف الاول من كلمه هير، عالم امريكي، عالم فيزياء امريكي اسمه ويليام هير، عمل معادله معينه انه من خلال هذه المعادله يتم تقييم وزن العالم على مستوى العالم. هي معادله لا تقبل الطعن او الشك، ودي من ضمن الحاجات اللي خدت بيها اكاديميه البحث العلمي، ان هي بتاخد معايير منضبطه لا يمكن الطعن عليها. نعم. يعني انا دلوقتي ما فيش اي حد في مصر اللي هي الجهه المانحه يقدر يقول ان الجائزه اللي انا خدتها دي غير مستحقه. ليه؟ لان المعايير اللي حطاها اكاديميه البحث العلمي معايير منضبطه جدا لا يمكن الشك فيها، لان ما فيش فيها بايس، ما فيش فيها بيرسونال انترفينشن، يعني ما فيش فيها تدخل شخصي للموضوع. وعشان كده دكتور يعني حضرتك تستحق الفوز بهذا اللقب وبهذه الجائزة. دكتور أحمد عبد الرحمن شقير، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة المنصورة والحائز على جائزة النيل في العلوم الطبية، شكرا يا فندم لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر.